السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأكارم، حلقتنا لهذا اليوم مع شاعر مهم حقيقة، هواي وصلتني من الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، يمتى تجيب هذا الشاعر؟ مرات أكو شغلة، أكو الجمهور أو الناس ترغمك على شاعر وأنت تحبه تكون تحاوره، هذه نقطة. ومرة من المرات لا، أنت تروح وكأنما ما ماخذ فرصته وتجيبه. اليوم شاعرنا لا، تقريبا متفقين عليه الناس بسبب قصيدته الجميلة، بسبب تواجده المهم والمثمر أثناء المنصة وأثناء البرنامج الشعري. ابن بغداد، أنا من الأشياء اللي دائما أخليها ببالي البيئة مؤثرة. تعالوا ويانا، خلينا أولا نتعرف على شاعر حلقتنا لهذا اليوم، وبنفس الوقت نسولف بموضوع البيئة شنو تأثيرها على القصيدة وعلى الشاعر. شاعرنا اليوم الحبيب نور اللامي. حياك الله حبيب قلبي أبو الأكبر. كل الهلا. كل الهلا بيك، وأشكرك على هاي الدعوة الجميلة. الله يعزك. وعلى هاي المقدمة. تستاهل أنت. الله يسلمك، اللي يدل على طيبك. الله يطيب خاطرك. وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك. ألف ونقدم تحية. مادة ألف نمتع تحية. بها سادة المشاهدين ومتابعين هذا البرنامج الجميل. نور، سولفنا على موضوع البيئة. نعم. بصراحة شنو تأثير البيئة اللي أنت عايشها على القصيدة؟ تأثير البيئة بكتابة القصيدة مهم جدا أبو الأكبر، لأن أنت وليد هذه البيئة، لازم تتأثر بمفرداتها، تتأثر بتاريخها، وتتأثر بناسها، بطيبتهم، بتعاملهم، بأسلوبهم، بتقاليدهم. جيد. حتى تكون انعكاس بيئتك من خلال قصيدتك. من خلال قصيدتك. لطيف. حتى جدا. الجمهور يتعرف عليك. وبصراحة أنا نعم. أنا رجل، يعني شلون أقول لك، أنا شخصيا مدينة الصدر من الناس، من الأماكن اللي صاحبة فضل علي شعريا. نعم. حقيقة يا أخي مدينة حيوية جدا. نعم. حيوية جدا، شعبيتها تضيف نكهة خاصة للقصيدة حقيقة. هو هذا الموضوع، يعني ممكن نور اللامي لو كان من غير مدينة الصدر بنفسه، هذا نور اللامي لو نلقاه بشكل آخر، شنو تتوقع؟ تأثير حيوية مدينة الصدر وجمهورها كذواق للشعر الشعبي وكبيئة ولادة للشعر كان سبب بوصولي. أها. نعم، لأن أنا انطلقت من المدينة. طبعاً. أبو الأكبر انطلقت من المدينة، منتديات المدينة يعني. طبعاً. منتدى محمد الغريب وانت قريت به. نعم نعم نعم. أيام 2009-2010. نعم نعم نعم. فالجزء الأكبر بوصولي للناس من خلال المدينة. نعم، خلال مدينة الصدر. صاحبة فضل عليك. بوجهة نظرك أنت التحقت بالشهرة متأخر، لو هو هذا استحقاق؟ لا، أنا بالفترة السابقة وصلت بالوسط الشعري وعند النخبة. بآخر سنوات اشتغلت على روحي، حضرت أماسي، حضرت مهرجانات، الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقني وصلت للشهرة. شنو برأيك القصيدة اللي صاحبة فضل عليك؟ صاحبة فضل علي كل قصادي. لا، الأكثر فضل، بس الأكثر جازفت بسمعتي بعشرة وياك، هملت اسمه ودست فوق التقاليد، مو نفس العمر بس انت داريك ما حسستك بفرق المواليد. هو هذا البيهبيت مال الشعر. الشعر مو بابرس قل خاطرك كان ذهب جويد اصوغه شلون ما اريد. انا قاريها هواي ما اريد اقراها حتى لا تنحسب علي. نعم نعم اكرر. نعم, نعم, نعم. انت زين برايك، انا دائما اشوف وانت تعرف بهذا الموضوع، اي انسان يطلع راسه يواجه انتقادات. نعم. واجهت انتقادات؟ تعرضت انتقادات كثيره ابو الاكبر. شو راح تعمل بس لها؟ انا مو بصدد ان ارد عليها، بس احيانا تلقى ردودي بالقصيده فاقول جر خط واستمع، هاي الرسالة تفيد. أها. إلك والغير عالم راح تقراها. جر خط واستمع. نعم، جر خط واستمع، هاي الرسالة تفيد إلك والغير عالم راح تقراها. ما أرد مو ضعف بس عندي حكمة بهاي، وهي اللي ينبح منا رده جلك الله يقوم يتباه. الله. ما أرد مو ضعف بس عندي حكمة بهاي، اللي ينبح منا رده يقوم يتباه. سن الذيب حصت الفاهي ما دني، ما قرب الفهاو لا تدناها،
سرشت الغيم مهرة وطوعتها عناد عافية انفردت بالصدارة وكلها جواهر تاجر مكتف وشاركتك المحصول تتشرط علي انه فوقها الله النوادر سولتي شورطنا بالمطروق هاي المرة كلش ما حسبناها وشمرتك للي شبهك فشلة تبقى وياي عافية شمرتك للي شبهك فشلة تبقى وياي شزت روحه والمطروقة عفناها وقلبته وشمرت الحجل للنسوان الله 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 قلبته وشمرته الحجل للنسوان الحجل للنسوان السيوف ولام روحه فصال وياها ومتعافي القلب جمره بهذاك الصوت اش حزمنا عليها ورحنا جبناها الله انجرحنا بمعركة بس الكرامة بخير عاركنا عليها وما انطيناها الله يسلمك ابو الاكبر متعافي انجرحنا. القلب اي نعم متعافي القلب جمره بهذاك الصوب ايش حزمنا عليها ورحنا جبناها انجرحنا بمعركه بس الكرامه بخير عاركنا عليها وما انطيناها ولا تحطنا عدد لا واحد لو ما ريت اي ما تعبونا اي 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 لا تحطنا عدد لا واحد لو ما ريت ما تعبر مثل ما انت تهواها اسبوع وتنسي شوية الجقارة الطيب ضربتين على راسك صعبه تنساها وحبه وجاملت بالشتاء البرح يطيح يا عاقل يصدق لو حكيناها او غلطنا من البدايه الفتق ما عرفناه هملناه وانتشر والابره جبناها الله غلطنا من البدايه الفتق ما عرفناه هملناه وانتشر والابره جبناها وطفت ما طولت ما تبقى شمعه بريح نعرف ما تشد غشمه وشعلناها يمعش الصقر شي يصخم العصفور انا ادري طعم للموت روحش ما له خلاها يمعش الصقر شي يصخم العصفور طعم للموت روحش ما له خلاها وعلى نزوة السهر فرطت بالتاريخ احتراما للمواقف جا عبرناه او نرجع بس شرط ترجع مثل ما اريد ولو ما نرجع افضل ما اتمناها كل من وحد اذتني بس مرتاح لازم تنتهي العله وشويناها الله الله يسلمك الله كل من وحده اذتني بس مرتاح لازم تنتهي العله وشويناها وعدلين انطلاق السالفه انساها قبر يوصل قبر فضل قطعناه هذا القصيده من واقع اي نعم من واقع ابو الاكبر بس قاسي ابو الاكبر انه ان من يجيك الانتقاد من اقرب الناس وانت تكون صاحب فضل عليه فش تتوقع ردة الفعل؟ اي بها انكسار تحس اي نعم اي تنهضم اي هنا هي طلعت من واقع يعني لكل فعل ردة فعل طبعا نعم. هم اكو مسألة جدا مهمة نعم. يقول حاسبوا الافعال نعم دائما ردة الافعال بريئة اي نعم اي كاظم اسماعيل قاطع الله يرحمه الله على روحه يقول انت شبيك لما دافعت عن نفسي صاب غيظ مو حتى القنافذ من تحس بالخوف تستخدم جريدها سلاح يعني وحق الرد مكفول طبعاً. وردة الفعل طبيعية أبو الأكبر طبعاً أنا اليوم علاقتي بك طيبة وجيدة من نتنشز وياي بموضوع وأنا ما اللي بي ذنب يعني مجرد أنه حسد هو حسد لا أكثر ولا أقل الله أي فأنت إيش تترجى مني بعد نور أنت استوك تقول هذا حسد نعم برأيك شنو اللي عندك يحسدونك عليه علي أي متحرك مكروه نعم النجاح الله أي نعم وانت تعرضت لهواي انتقادات ومسيرتك وانت سيد العارفين زين برايك الـ تتعامل وياها هي الطريق السلمي لها الترك لا هي انت لازم يكون عندك موقف انت لو تترك وتغادر نهائيا لو تتحمل اكو مقوله لطيفه نعم ذكرتني لو تتحمل الوجع ذكرتني هذا كلامك اكو نعم. مقوله جدا لطيفه وجدا احبها يقول لا يكفي ان تكون شجاع نعم ما لم تكون على حق هنا لازم يكون لك موقف يكون موقف شجاع يراد الحق طب هاي المساله علي مساله الحسد واللي الانتقادات اللي تعرضت لها غادرت الاماكن اللي كان سبب ألم منه اي طبعا الوجع غادرت حتى أفضل. ما اخسر اي نعم أيه. بس لك بدون خسائر لا بدون خسائر بس قلت لك القصيده انولدت اي ردت نعم. فعل طبيعي زين من اللي صاحب فضل عليك بجميع الاصعده بعد الله سبحانه وتعالى امه وابوي يعني العائله نعم على المستوى العائله داعمينك نعم من البدايات لحد هاي اللحظه سولف لي فد موقف
يعني والدتي تسهر للصبح تدعي لي اذا عندي فد تصوير او برنامج يعني. الله يعني ايش صدق والله؟ اي والله ما تنام. الف تحيه لها. الله يسلمك عليك وبوسه على راسها. الله يحفظك بالله الكريم. اي تسهر للصبح تدعي لي حتى توفق. يعني هاي شلون هذا صاحب الفضل الاول والاخير. الوالده والوالد. الوالد مواقفه لا تعد ولا تحصى. زين يعني ان شاء الله ماكو تعاسه بالموضوع. اسوأ سنه مرت بيك؟ السنوات السيئه كثيره بحياتي بس اسوأ سنه علي ال 23. الله لا يرجعها. لا يا ابو. اي نعم. نعم. على 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 يا صعيد العمل على لا لا على صعيد على صعيد العمل والشعر عادي العال بس على الصعيد العاطفي. الله. اي نعم. اختاريت. سولف لنا سولف لنا والله. كان موضوع كان اختيار خطأ فتحملت نتائجه يعني وحتى أثر على صحتي بال 2023. يعني أنا مريت بموقف أذكره للطرفة. أحد أصدقائي هو وزوجته ملاقين إنه وجهه بوجه مسلمين عليه أنا ما أدري. فزوجته قالت له هذا مو صديقك أنت تقول صديقي؟ والله هيش يعني هيش واصل بيها مرحلة. ورا فترة قلت له يا ترى أنا ما أعرف. برأيك السبب وين؟ السبب قلت لك الاختيار كان خطأ. ما شنو باني آمال. لا اوكي بس نعم. الاختيار خطأ نعم. بس قصدي ليش هيك واحد يمر بهاي المسألة انه هو كان صادق بمشاعره؟ اي طبعا مصداقية المشاعر دفعك الثمن غالي. هني انا اللي يعرف يلعب. اي يعني انا وثقت وبنيت امال وبالاخير انصدمت فكانت خيبة الامل كبيرة علي. ما تحملتها قلت لك تمرضت لمدة 3 اشهر بعدين الحمد لله عدت. هو برأيك الطيب مشكلة نعم. يعاني منها البشر؟ هي الطيبة الزايدة تأثر عليك وعندي موضوع أنه أقول متندم لأن غيرت الأسلوب. عجيبة الدنيا ويحير أمرها. بعض الناس من تنهان ترتاح وياك تجر عدل من تحتقرها. الله وطبع متندم. متندم لأن غيرت الأسلوب. عجيبة الدنيا ويحير أمرها. بعض الناس من تنهان ترتاح وياك تجر عدل من تحتقرها. بالله صحيح. وطبع ما بيع سلعة بنزلة السوق الله. ما هدها بكسر إلا بسعرها وما عامل على العارض هجناي لو متوازل لو خلص عمرها. إذا صار المواصل قوة ما ريد المحنة اللي بيها ذلش لعجذرها نقاط المغذب بسدية الموت عمت عين علي من منتظرها. الله 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 الله. إذا صار المواصل قوة ما ريد المحنة اللي بيها ذلش لعجذرها نقاط المغذب سذية الموت عمت عين علي من منتظرها وضباب وما مبين شبهت بيك وياهم جاية وسفش كبرها ما هديت يجنن هذا البيت. الله يحفظك يجنن. ضباب وما مبين شبهت بيك وياهم جاية وسفش كبرها ما هديت بس تناوش اسهام على الشايل تكسنين بنظرها عفتها تلوب لو ذابحها ترتاح ما يرهم تخيطها بوبرها ومنية الزمن يرجع حتى ما طيح بالعيون تشوت قلبه بسحرها. الله وكاتلتك كتل أمنيتي ومنية الزمن يرجع حتى ما طيح بالعيون تشوت قلبه بسحرها وكاتلتك كتل طلعها لا تخاف مديدك بصدرك قوة جرها الماريدك علي منظامها شبيك وضوح الشمس وضحت ما تقرها وغشيم تعطل الشمت أنا بتبيع الخيانة بدمك استشعر خطرها. الله. إذا ما تنسق بالموسم تبور الندم ما يفيد ويتعبك حفرها. الله الله. وطيح نعم إذا ما تنسق بالموسم تبور الندم ما يفيد ويتعبك حفرها وطيح والغلط يوميا يوميا ينعاد أطيح والغلط يوميا ينعاد عشرتك بس مصائب كفني شرها. خلصنا هاي الدار انتهت؟ اي نعم انتهت انطوت صفحة انطوت انتهت. يعني هو المفروض واحد من ينتكس بهيج علاقة نعم. شنو يسوي؟ يجدد يحاول مرة ثانية لو لا يراد ياخذ ريست استراحة مقاتل ايه او يرجع هو ما توقف الحياة ابو الاكبر ما توقف خاف تنخدع مرة ثانية شلون؟ بعد لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت من الناس اللي ينغشون بالمظهر؟ مو انغش بالمظاهر علي بس نوبات حلاوة اللسان والبدايات وطيبة مواقفها تاخذك بعمل كبير تخليك ترسم صورة طيبة بعدين الله. انت تمشي مسافة
تنصدم هنا عنه الانتكاس. الجرح اللي ما يشفى شنو هو؟ اي اعظم جرح بحياتي هن اروع جروح علي، ما قدرت اغادرهن. لليوم عاشت؟ لحد الان يعني. اثنين من العائله، جرحين بالعائله وجرحين بالوسط. بالوسط؟ الشعر. نعم. جرح رحيل عم ابو محمد وعم ابو علي. الله يرحمه. اي نعم. وجرح سمير صبيح وعلي رشم. الله يرحمهم جميعا. يعني جرح كمل جرح بتواصل، ودخلت بدوامه لفتره طويله، ولحد هاي اللحظه جاي اعاني من هذا الموضوع. لان ويا كل واحد منهم عنده موقف وعنده ذكرى. انت من الناس اللي من تتخذ قرار. نعم. شايف انت في بعض الاحيان واحد يقول انه انا ما اتصل، ما اشتاق. نعم. ما كذا، لكن يمر يوم يومين وقلبه يكسر قراراته. نعم. انت من الناس اللي قلبهم يطاوعهم لو ما يطاوعهم؟ لا، انا باغلب الاوقات قلبي طاوعني علي. يعني صلت اذا ما طاوعني اشوي. اي نعم. العين اذا فارقت بالصدفه من تلتقي ما تشبع بنظره. لا صحيح. وما يلتفت بي طبع قلبه بقراره صعب ما تقدر تكسره. ولا تلوم من ابتعد. ها. بالقمة حصت السماء ما تلوق لي الحفرة. وتريد نتذكرك مرات ما لخذك حتى اسمه ما ذكره. أوف. وتريد نتذكرك. أقصر طرق للقلب مو إلا تشرح سنة. مرات كلمة بشقة توصل لك الفكرة. صحيح. وعينك علي واستمع. عينك علي. واستمع مرتين نفس البشر يجرح له ما عذر. فوز وخساره العمر، ما عندنا اي مشكله اي واحد نخسره. وكان اختيار غلط. كل ظن تسوى فوز وخساره. نعم، فوز وخساره العمر. ايه، ما عندنا اي مشكله اي واحد نخسره. وكان اختيار غلط. كل ظن تسوى التعب والحبك تقدره، ويمشي انعكس ما ردت، ما وصلنا الهدف، اختارنا العثره. الله. نعم، يمشي عكس ما ردت. الله. ما وصلن الهدف، يختارن العثرة وغلطتنا طيبة قلب. ايه، هاي المشكلة. ما توبن المظن والنكرة العشرة. هي الحياة تجربة يثبت وجود الوفو، الموقف يكبره. او خلي التجارب درس، لا تنخدع بالعدد، ما تنفع الكثرة. عايش بأزمة ثقة وي قلب صاير حذر، ما سولف ايش قد حكي كالتالي معتبره. عايش. الله الله يسلمك. الله الله. عايش بازمه ثقه وي قلب صاير حذر، ما سولف ايش قد حكي كالتالي معتبره. او شو ترجى منك بعد؟ شو ترجى منك بعد؟ كسرت عظم وانتهت، والعطوه متاخره. انت قد هذا القرار؟ اي نعم. والله؟ نعم. علي اذا ما صير مصداق كتاباتي فهذا الموضوع يصير بنفاق. لا لا، يعني قصدي أنا. انه هذه مو وليدة غضب. لا لا لا، قرار حكيم. قرار وانتهى. نعم، قرار وانتهت بدون رجع. ناخذ فاصل؟ اي يا ريت. مشاهدينا الاكارم، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام، عدنا وياكم بالبارت الثاني مع نور اللامي. حياك الله حبيبي ابو الاكبر. كل الهلا. كل الهلا. حلوه الشهره. قد الهلا علي. الله يحفظك. مسؤوليه علي. مسؤوليه. نعم، محاسب على كل شيء. ها، حذر بسوالفي. نقله جدم صياد. اي الله يرحمك سمير. حذر بسوالفي، نقله جدم صياد. الله يرحمك. وسهل خاطرك ما يوم جفلت. انت يعني محاسبه من الناس. نعم علي. على كل فعل. أيه. وانا يعني قدر المستطاع احاول اوازن، فاقول طيحولي. ها، هاي المره غير. اي هاي المره غير. استثناء. اي نعم، اريد استثناء. جيد. منك ومن الساده المشاهدين ومن الوسط ومن الكل، طيحولي. هاي المره متعوب. هاي الفتره متعوب، كل لحظه يبدو ياي الغروب. طقن الوقت خسران محبوب، دافن الدنيا وجاي منهوب. الله. هدي من حيل ثقال الحمول، طقات وقت وطقت الحجول. أوف.
ملتشوم قلبه ينعى ويقول موش برصاصة بولفي مقتول. الله. وسير علي البين غباش كحل العيون وياي ما عاش، تابوت صار بعين الفراش وغرفة منام قلبة تنعاش. أوي. متعافي وقتي قاطف حجار، ما نحكي حق الجار عجار. نعم. هالمرة لاحظ ضلوع لك صار وجمرة فراق بعينه خطار. ذواق مو أي شيء أريده، ما تقتنع روح العنيدة، كون الأحطن إيد بيده مالح مثل بيت القصيدة. كون الأحطن إيد بيده مالح مثل بيت القصيدة، مثل بيت القصيدة. وتمشي الأيام وتبقى الجروح، صارت عتيقة وباقية تفوح، تعبني جرحك حيل مفضوح، لا باقي يده ولا رضي يروح. الله. وشوقك مبين من ورا الشوق، سلعة عزيز عرضت بسوق. نعم. جواها صايح ساعة تطلوك، ما تحكي مدرش بيها الحلوك. ويا روح راح انطيج حلين قوة انتفاضض ماكو بعدين. نعم. تهديد إذا مو هسه تنسين. الله الله الله. بظفر مسمم مزلق العين. أوف. يا روحي يا روح راح انطيج حلين مجبورة. نعم ما عندك الخيار. يا روح راح انطيج حلين قوة انتفاضض ماكو بعدين. تهديد إذا مو هسه تنسين. بظفر مسمم مزلق العين. وكانت بعازة وكملتها، ظلت سوالف ما قلتها. آخ. هاي النهاية اللي ما ردتها، من يمها شارد بس شفتها. الله. ولا تعتب انت اللي وصلتها، انا العلي بس شيعتها. احنا دائما مثاليين نحط الاخطاء بالمقابل ما نحط اخطاء بينا. بهاي العلاقة انت ما شفت على خطأ؟ اكو خطأ علي، بس النسبة الأكبر للطرف المقابل. أنا ما معصوم. اكو خطأ بس خطأي مقابل خطأ المقابل لا، فرق شاسع. المسألة نسبية. نعم. زين بيني وبينك ما جيت على نفسك؟ لا جيت. جيت وحاولت. يا بس تعالوا خلينا نصلح الموقف. أي نعم. حاولت أصلح الموقف بس علي باوعد لقيت الطريق مسدود. والله. أي نعم أنا بعد هنا أنا من توصل للكرامة أقلب الدنيا. لا والله. والله العظيم. بعد هيدي. اي شلون؟ ماكو لا مشاعر ولا لا أكل. مشاعر عشت خيال موت وانا خيال. توصل للكرامة انهي كل شيء علي. انت من تحاول وانا حاولت من طيبة قلب يعني مو محتاج. نعم، الدنيا نعم. يعني اليوم اقول لي مثلا عند بيتي يقول مزدحم النوارس شيب يدفع شيب كلها تريد قلبه وقلبه يرفضها. انا مو بس انت موجود يعني بالحياة. طبعا. يعني ايه. طبعا. نعم. زين اللي نور هذا اللي الموقف أو شخص يستفزك بالكتابة؟ أحيانا المواقف أحيانا الأشخاص. منو من الأشخاص اللي ممكن يستفزك بالكتابة؟ من الأحياء لو يعني أنا بصراحة ضد ذكر الأسماء حتى يعني. نعم. لا أنا بالعكس أنا صريح أنا صريح على أكثر ناس يستفزون بالكتابة إذا أرد أكتب مثلا رحمة الله على روحه كاظم إسماعيل القاطع. نعم. أسمع كاظم أكتب، أسمع عطاء رحمة الله على روحه أكتب، أسمع سمير الله يرحمه أكتب شعريا. جي. أما المواقف العاطفية يعني هي هاي الحالات اللي جيد. زين أنت تسمع للشباب؟ أي نعم. يستفزوك؟ ممكن شاب يستفزك؟ والله هاي الفترة يعني أكو شاب جاي يستفزني هواي. أكو؟ أي نعم. جيد. أي شاعر مبدع وإن شاء الله يوصل للي يريده لأن هو طموح وجاي يشتغل صح. أنور عباس ألف تحية له. نعم. عند بيت أبو الأكبر يقول طيح من سعرها البيع على تبور، مو كل الشروط تحطها قدام، وخنباق العمر بلكت بعد بيه. خنباق العمر بلكت بعد بيه. بلكت بعد بيه طيش يصير زاد الباقي الأيام. الله. تحياتنا إليه. ألف تحية إليه. نعم. الشباب كثيرين مبدعين بس هذا بحكم القرب يعني. نعم. شنو سبب يعني هسه مثلا اسالك نور شنو الطريقه؟ نعم. او اسلك يا طريق حتى اوصل علي حاليا يعني تقصد على الشعريه؟ نعم. علاوه بالفتره الاخيره اكو ضبابيه بالمشهد الشعري. هسه اليوم ضبابيه بالمشهد الشعري. نعم.
والأوراق مختلطة. فنصيحتي للكل يعني وبما فيهم المتحدث أنه يراد لنا تأني بكتابة النص الجميل حتى نصدره حتى يوصل. لا نستعجل. نعم حتى ما نستعجل حتى يساهم بمن يساهم بوصولنا ويساهم بالشهرة. طبعا. نعم. طبعا. يساهم بالشهرة. برأيك أكو مرات إنسان تجي له شهرة وهو ما يستاهلها؟ لو كل الناس المشهورين هم استحقاقهم بكل الأصعدة طبعا. على جميع الأصعدة. على جميع الأصعدة. علي المبدع لازم يوصل. بس الناس اللي وصلوا عن طريق الطرح التافه مع احترامه يعني أنا وجل احترامه أو المحتوى الهابط هذا نعم. فترة قصيرة وينتهي. بس المبدعين مستمرين. فقاعة. نعم فقاعة وتنتهي. والدليل حالياً هو جاي نشوف مواقع التواصل الاجتماعي مواضيع تافهة محتوى هابط ما تمثل الإبداع بأي صلة. فهاي فترة وتنتهي. كل الشعراء ينتظرون أشياء معينة. نعم. نور اللامي شنو ينتظر؟ أنا انتظر رسالة على صار أكثر من 7 سنوات. أوه. نعم. لا والله. أي والله. مشتاق لك بها؟ أي نعم. يعني صار 7 سنوات منتظر رسالة. فإذا جتك الرسالة راح يبدأ العيد. ها؟ لا تتغير حياتي يعني. نحو الأفضل. إذا أجت هاي الرسالة. فأقول سولفتك بقلبي إش طلعك للناس عمر جمرة هواك بعين قابضها وما رهمت عدل بدلت ليل بليل مشكلة القواعد كلها حافظها بعيد إش وصلك ما يعبر الكتال القدر يمروح جابك لو عكس حظها أعاند وانكره بس أنت رايك سيف كلمتك صح غلط ما كنت اعارضها الله اعاند وانكره اعاند وانكره بس انت رايك سيف كلمتك صح غلط ما كنت اعارضها مخرز لو بخت لو صدفه لو محظوظ اصير وياك ضد وروح اناقضها ومزدحم النوارس شيب يدفع شيب كلها تريد قلبه وقلبه يرفضها بالحظ والبخت لو نمشي للعباس وابو فاضل بعد بيناتنا يفضها وياك محيرة رايدها بس ما ريد روح تريد ترجع ما أدري شي كظها وحدد موقفك لو ضدي لو وياي إذا ما بيك ترجع لا تمرضها الله. ورايد ما ردت بالحالتين وياك أي وحدة المهم لا تسكت الفضها وخلها معاندة يرخيها حبل الشوق إذا نعم خلها معاندة يرخيها حبل الشوق إذا مو بالمسايس قوة روضها وإذا ما تقتنع بالقاضي والجلاد أستبعد الكل ويمك أفرضها وكلها تهد علي بس انت صير وياي إش ما تثقل علي ما تصعب انفضها كلها تهد علي الله المسألة نفسية يا نعم أخي. نفسي عامل نفسي ايه. كلها تهد علي بس انت صير وياي إش ما تثقل علي ما تصعب انفضها وفراغ بداخلك ما حد قدر يمليه أنا رأس الخسارة اللي ما تعوضها انتهى كل شو قضت وتجاوزتها بخير بقت بس الضلوع مو جلاحظها قربت ابتليت ابتعد انتهى كل شيء انتهى كل شو قضت وتجاوزتها بخير بقت بس الضلوع مو جلاحظها قربت انشويت ابتعد نفس النار يجي يمه اشتعل يتبعد يرضها جنن هاي القصيدة الله يسلمك ابو الاكبر وموضوعها واقعي يجنن الله يحفظك ابو الاكبر حبيب هذا ذوقك الله يعزك الله يخليك نور المشهور يكون مغرور يعني تتبع الاساس اذا جايها صدفه اي ينغر بس اذا استيب باي استيب لا ما تهم ما يهم الغرور نعم أزيد الـ الـ الأماكن اللي أشوف نور اللام يقرأ بيهن بغداد نعم ليش ما تجي لك دعوات من خارج المحافظة؟ لا حتى أكون منصف علي للمحافظات تحياتنا لكل المحافظات العراقية جتني لي من كل محافظات العراق دعوات بس علي جاي تتعارض مع وقت دوامي أنا جاي دوام محافظة بعيدة فما أقدر ألبي الدعوات أمانة بسبب يعني باب رزقك يعني. يعني بعد المساف يعني اندعيت بالنجف بكربلاء بالصلاح الدين بالأنبار بالديوانية بالبصرة بالعمارة بكل المحافظات أمانة الله حتى أكون منصف بس ما قدرت زين برأيك نعم
من الناحية الشعرية. نعم. موضوع الدوام ما راح يكون عائق؟ لا هو عائق. نعم. الله. نعم. يعني ممكن نسبة النجاح تعلى إذا ما كان أكو عائق عندك. أي نعم. باعتبار راح تتواجد بالمهرجانات. نعم تتواجد بالمهرجانات والأماسي واللقاءات. وتصير أكثر أبعد يعني. أزيد أمنياتك شنو؟ أمنيتي ما أطيح بنفس الخطأ يعني وراحت بالي. لأن أنا بسبب الأخطاء بالاختيار خسرت راحت بالي علي. فمستقبلا بعد ما يتكرر الخطأ إن شاء الله. فأقول بعد ماكو هلا طمعتك هواي. بعد ماكو هلا طمعتك هواي. صفار الذلة يترس وجهك أحزان. إيه. ساكت ما مسولف وأنت مهزوز. عطف مارد عليك هواي خسران. عفيتك مرة مرت الثانية شويك. إذا يطلع الماضي تعيش ندمان. رماد وشي موك مكيف الطير ما يرهم لغير الدوس عنوان. الله. أغراب وقلت نورس. رماد وشي موك. رماد وشي موك مكيف الطير ما يرهم لغير الدوس عنوان. أغراب أو قلت نورس رد تحليك. أول مرة جامل زلة لسان أو سهل. نعم غراب وقلت نورس رد تحليك. أول مرة جامل زلة لسان سهل بس منعاند قرصة زناد وأنا مغمض أجيس عناد نيشان. أو طحت من عين طيحت ناهبة بسوق عيون الناس كلها انقلبت أحضان. الله. طحت من عيني طيحت ناهبة بسوق عيون الناس كلها انقلبت أحضان. وغضيت الطرف ما رايد أهجيك لكن ما فعلت أي حتش خرسان. غيرت الهدم تاريخك شلون ما ترتاح أبد. الله 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 يا نور. الله يسلمك. غيرت الهدم. غيرت الهدم تاريخك شلون ما ترتاح أبد. وانطيك برهان تبقى اللذقة لذقة شينفع الماي. العثر بالماضي يبقى يعاني نقصان. وحطك وين من تنعد الأسماء وانت ببسط بيتك مالك مشان. أو تكميلة عدد مو راس حطوك نقص بالقافلة وجابوك بطران. أو تان نعم. غيرت الهدم تاريخك شلون ما ترتاح أبد. وانطيك برهان تبقى اللذقة لذقة شينفع الماي. العثر بالماضي يبقى يعاني نقصان. وحطك وين من تنعد الأسماء وانت بوسط بيتك مالك مشان. تكملة عدد مو راس حطوك نقص بالقافلة وجابوك بطران. وتان الروج بلكي يجيبن وياه شيك ظن بعد وبروح زفان. شديت الشراع وداع ميتين او نويت بغير رجع المرسى نسيان. ونحتاج الحكي مو كله نحكي الزمن باكر يبين ياه غلطان. نحتاج الحكي مو كله نحكي الزمن باكر يبين ياه غلطان. وبصرخ حبلها توصلك بعيد بمكانك تبقى ذا شديت الإعلام. يا أخي لغتك الشعرية تخبل. الله يسلمك عبد. بالله الكريم. الله يحفظك. نعم. وللأمانة ذول الناس وجعينك وجع حقيقي. أي. متأذى بسببهم وايد. زين من بعد هذا الانكسار. نعم. راح توقف المسيرة لو تعاند وتمشي. لا عاند وامشي. مشكلتي. تعاند وتمشي. نعم. عاند وامشي. ممكن التجربة اللي من راح تمشي بيها راح تكون بيها خذلان أيضا. مو هو يقولون اللي قال صدت حي بيده يخاف من جرة الحبل. نعم. لا إن شاء الله ما تتكرر علي. أكو فت قواعد خالهن ببالك. أي نعم. ها. نعم. متغيرة الملامح والوجوه ثقال. المصيبة أقرب بشر من يم عادان. ومشكلتي صعب لو سيف لو ما عيش. يحكي لك علي القاصة والداني. ما محتاج لك بأول زعل ناسيك. وعد باسمك بعد ما ينطق لساني. ما محتاج لك بأول زعل ناسيك. وعد باسمك بعد ما ينطق لساني. مكافف ثالث وكل من بدربه يروح. ومتفضل علي الراد إنسان. وهل بيها حرب خلي اللي يصير يصير. عم نطيح بمعركة العزة تلقاني. الله. هل بيها حرب خلي اللي يصير يصير.
من أطيح بمعركة العزة تلقاني، إذا مو عن نجم ما أرضى بالتعداد، إذا مو عن نجم ما أرضى بالتعداد، ما أرضى بالتعداد. مشكلته الرضى بالثالث الثاني وما خلص نهر، خلي يغرف العطشان، كيف كيفين ياخذ باقة آنان. الحكي الزايد مرض، خلّى بقفاك وفوت، تعدى القمة وعبر ما حد يتاني، وما أغلط بعد لو تازل وما أريد، حالات الصيدة من تعانى وتعاني. الله حافظ ماحن وعرف سعرهن بيش، ما ضيع شكل صيدات ذرعاني، ومتروسة ترس شوك وشبك وعيون، ضربة حضبقت لو موت لو جاني، أو أقل غلطة انتهي والعمر غفلة يضيع، يم غير بعد ما سلم عناني. أو هاي آخر رسالة، الكل بلا استثناء، ما استثنى واحد كل من الثاني، الاسلوب اختلف وتغيرت مجبور، بس اصبر علي وانطيك برهاني، خاف ببالكم بالعيد افك الباب، ما يخلص بعد للموت رمضان. نهائيا ماكو اعتذار. نعم ما اتقبل اي اعتذار علي بعد اللي شفته. زين يعني يقولون القلوب اللي تحب ما تكره. لا هو مو كره علي، بس لازم تعالج الخطأ حتى تغادر الوجع. زين اوكي نعم. يعني هذا معالجة الخطأ بالنهاية. اي نعم، من شفت ماكو نتيجة لازم اغادر نهائيا. زين انت اللي نهيت لو 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 هم نهوا؟ لا انا نهيت. شنو كانت الرسالة؟ لو مكالمة كانت؟ لا كانت اتصال. شنو كان بي بشرفك؟ سلام عليكم السلام. اي سلام عليكم السلام. اي احنا ما مقسومين؟ لا مو شغلة ما مقسومين، اكو شروط صار الموضوع علي، والشروط يعني ما لها داعي. شرطة وعليك؟ اي شرطة وهو شروط، انا ما اتحمل الشروط يعني. انت عنودي؟ اي نعم عنود. وخشم سمرة؟ اي نعم. بعد رفيق دربك تعرفني. الله يعزك. الله يسلمك. بس قصدي هذا اني اذن. اي. يعني هذا اللي كابر يتأذى. نعم. صح لو خطأ؟ لا هو صح، بس علي انت لازم تلقى حل. بس هذا البيت بالمغادرة. للأمانة هذا البيت يشبهك. نعم. سيف مشكلتي صعب، لو سيف لو ما عيش يحكي لك علي القاصل ودنان. اي ما ارضى ابلعد بغير تقييم. اي نعم. اي انت خليني. اي نعم براحتك. ناخذ فاصل؟ اي براحتك. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم للبارت الاخير من حلقه هذا اليوم مع المهم نور اللامي. حياك الله ولك مرحبا. حياك الله. اشكرك جزيل. شنو اخبارك؟ نعم بخير الحمد لله. ان شاء الله مرتاح؟ نعم. ما تعبناك؟ لا الحمد لله. الله يعزك. تعبكم راحه بالاكبر. فدوى لعمرك. نور اللامي الطموح لحضرتك وين سولفنا عليه؟ وين تتمنى توصل؟ شلون جاي تشتغل اتجاه هذا الطموح؟ الطموح حق مشروع لكل شخص عليه. طبعا. بس ان شاء الله يعني انا هاي السنه والسنه الجايه ان شاء الله الطموح بعد من اللي وصلت له. يعني عندي خطوات جاي اشتغل عليها وان شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله يا نعم. رب يحقق طموحك ان شاء الله. زين نور الجو الشعري سولفنا من ساعة عليه انه نعم. ضبابي نعم. جيد. شلون قدرت تشعل شمعتك بهاي الضبابيه؟ التاثر الصعالي والتاني. انت متاني؟ نعم. مو سريع بالكتابه؟ لا 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 متاني. لا ما مستعجل، اهم شيء توصل بصورة جميلة للناس ونصدر شيء جميل، ما نصدر قصيدة هابطة. أنت مغرور لو عندك ثقة بنفسك؟ لا مترجي جاية ولا متانيك ولا منتظر منك أي مواعيد، ما لايق علي من أول أيام وحاكيها قبل مرتين ما عيد. آه نعم ما لايق علي من أول أيام حاكيها قبل مرتين ما عيد. ليش تقربت لو باقي جمهور؟ كان معجب بيك. نعم. ليش تقربت لو باقي جمهور ومخلينها من بعيد لبعيد؟ وحفرت على الصخر لا مي ولا ريح، بعد ما ينمسح مو كافي، شي تريد؟ طلع راس خيط وسولف النوب، حليته وعقدته وعندي تأكيد، نزلت الدل ورجعته متروس، وانت لهذا يومك كله تقليد. الله نزلت الدلو
ورجعتها متروس ورجعتها متروس وانت لهذه يومك كله تقليد، او هالمره جبتها بفروه الراس خطف مارتك قلت لك هذا تهديد. الله يسلمك ابو العلاء. يعني انت قادر؟ نعم، هالمره جبتها بفروه الراس خطف مارتك قلت لك هذا تهديد. الاصعب من هذن جايسين بليل بالقصه شرط من غير تسديد، او ثمن مائل وجه ما ترجع له فلوس. اي بالله تنداس الكرامه بمده الايد، او قص الراس ياخذ راحته الذيل. العله من البدايه شويها وتهيد، والعرق بيه مشكله. لا تعاتب الراس، الهدم بالساس واصل كل شيء ما يفيد. العرق بيه مشكله، لا تعاتب الراس، الهدم بالساس باد وكل شيء ما يفيد. العاشق والشمع كتالهم ليل. اي بالله صحيح، العاشق والشمع كتالهم ليل، مو كل مره تشمر شبشة وتصيد. وقررت ابتعد حتى انت ترتاح، بس نبقى العداوه بيننا تزيد. الله، قررت ابتعد حتى انت ترتاح، بس نبقى العداوه بيننا تزيد. وانت وياي ما حسيتك وياي، كل يوم الوضع يزداد تعقيد. بالعيد المشانق تنسى الاعدام، وانا وياك انتذابع غبشه العيد. مشاكل دوم. اي نعم، بالعيد المشانق تنسى الاعدام، وانا وياك انتذابع غبشه العيد. شلون وليش تبقى براسك تدور اسباب الهجر من غير تمهيد؟ حرف زايد شنت ومزح في الابيات، انحذف صارت الصوره بلا تجاعيد. الله، نور انت تغار. اي نعم، غيور. نعم، لدرجه كبيره جدا. زين، بصراحه انت من الناس اللي يقيدون المقابل لو يتركوه بحريته، لو بينه بين؟ لا، لازم يصير وسطيه بالموضوع. لازم وسطيه. بس انا خطأت من انطيت الوسطيه. شلون من انطيت الوسطيه؟ ماذا المقابل يا علي؟ طمع بالاكثر. يعني برايك انه مرات التسامح خطا؟ مو مع الكل، اكو ناس تستحق المسامحه علي، واكو ناس لا. يعني يحتاج في بعض الاحيان تجديد. اي نعم، لا، جلد الصياط يراد علي، مو هيك. والله العظيم جلد بالصوت، هيك توصل مراحل. وما يتغير تفكير المقابل، فهنا شو تسوي انت؟ تغادر؟ تغادر على الله والسلامة. مع السلامة. اي ماكو. بس يا اخي اراد لها جرأة. اي طبعا جريء. انت خجول؟ الخجل بس بالبداية، المستحي يروح، بس شد رايتك شو تريد موجود. وعاتبنا اذا ما تبقى كل يوم تجي وتقول اريد البارح يعود. ها؟ اي نعم. بس انوي. اي بس شد رايتك. نعم. ما اعرف والله، هواي حديث وياك، مو مال حلقه. والله هواي حديث وياك. اتشرف علي، اتشرف بالله الكريم. اتشرف. نعم. ايش قد يحبك جمهور المدينه؟ والله علي العراق كله يحبني الحمد لله. يعني جاي اشوف رده الفعل بالشارع من اشوف الناس او اروح المكان، لا شغف الحمد لله والشكر. صدق والله. اي نعم. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. منو تقارن بيك؟ من يا ناحية؟ شعرياً؟ اي والله أنا ما قارن نفسي بأحد علي، وما أحب أحد يقارن بي، لأن الوحدي. أنا مكتفي بذاتي. يعني أنا لوحدي. نعم وحدي. الورق يدخل رعب قبل الخريف جفوف، العفة مسيطر عليها تشلع بطرانه، واللي يدور ندب خد السراب يضيع بمكانه يراوح وما يزق بستانه. صح. وامس من حملت صح ما ضقت عنقود، ملاك الزرع وعيوني مليانه. اي عافية عليك. من كانت بذر ما كسروا يا الناس، والعنقود داير حيل بغصانه. انا خيالها الباقين جو بعدين. ها؟ نعم، انا خيالها الباقين جو بعدين. الاجتال كفر يتقارن ويانا، وغشيم على الرمل شي ثبت اساس البيت. لا والله ما يثبت، ما يصعى الشبر على القاع بنيانه. البعيد من الجرف لا يحكي بالمحار، اللي يلم ما يبشي بس سالفته خسرانه. البعيد من الجرف لا يحكي بالمحار. إجابة.
اللي لما يبشبك سالفته خسرانة، ويا قلب العمر روجة وخذتنا بعيد، وين تريد توصل بينا دنيانا؟ بحضنها وما خفت، عاندت وتحديت، مدرب يا جرف شمرتني سكرانة، وعلمتك وحذرك وابقى لقن بيك، لا تهم بيها باكر عقبه خلصانة، انا وانت قمم، انا وقلب قمم، عشنا بزمان الروس ما خلينا قطرة تفوت جوانا. الله الله. علمتك وحذرك وابقى لقن بيك، لا تهم بيها باكر عقبه خلصانة، انا وانت قمم، عشنا بزمان الروس ما خلينا قطرة تفوت جوانا، وشبر واربع اصابع ختمة المشوار، مخلص ما تدوم افراحه واحزانه، وصبرك بينفع قلبي، صبرك بينفع، كضينا راس الخيط، عرفنا الخان وندلينا عنوانه، وبقى بس الاثر ما بي نفس مهدوم، مر بينا الخريف وهد مركانه، بيعه وما بعد شمتانه ما يدرون عطرهم باق اثر بفطور حيطانه. الله. وتانينا الفرح من هزه الكاروك، لا يوسف ولا شمينا قبصان. الله 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 يحفظك ابو الاكبر حبيبي. شايف هذا انت تريد تدخل المكان وشخص يريد يطلع من مكان. نعم. نفس اللحظه. نعم. هاي فتحت الباب. نعم. وصادفتك بالشخص المخاطب. نعم. شنو راح تقول له؟ اقول له غلط كان اختياري قبل. نعم. بدون ما تقول لي ليش. بدون نعم غلط كان اختياري، استعجلت بقراري، بعد نتلاقى انسى، كنت حاسبها وانسى، غشيم وكنت داري، ذهب بس مو ذهب خام، شغل مو مالهن، سوق وكلها صياغ ونغشينا كنا. والله نسيتك وانا وياك، وانا وياك ناسي، من الاول ما مخليك مهم وشي اساسي، نسيتك وانا وياك، وانا وياك ناسي، من الاول ما مخليك مهم وشي اساسي، وبعد مو مال تقدير تحلم صاحب تصير. بس بيني وبينك انا عندي شك بهذا الكلام، هذا الكلام خاف بس من اللسان مو من القلب. لا، قلبا ولسانا علي. والله. وعقلا نعم. ليش تريد راحت بالي ابو الاكبر. وصلنا لختام الحلقه. نعم. اخر جمله لك. نعم. من بعد الشكر لحضرتك. نعم. وامنياتي لك تحقق طموحاتك جميعا. الله يحفظك ابو الاكبر. بالشعريه والعمليه. نعم. والعلميه. الله يسلمك. اخر كلام تقوله للسيد المشاهد بهاي الكاميرا. أنا أشكركم وأتمنى قدمت شيء يليق بمسامعكم الطيبة وذوقكم العالي، وإن شاء الله دوام التواصل، وانتظروني بحلقات كثيرة إن شاء الله. آمين. وشكراً لك على هاي الدعوة، وشكراً للكادر اللي تعبناه وللقناة هاي الجميلة على هاي الدعوة. الله يعزك. تعبتكم حبيبي وممنون. منورنا. ممتن. منورنا. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم. كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري. في أمان الله.